ما أجمل مجموعة السيارات الصغيرة! إلى أين أنتم ذاهبون يا صغار؟ ذاهبون للعب الاستغماية في الملعب؟ مذهل! أوه، يبدو أن الملعب مغلق اليوم. عليكم إيجاد مكان آخر للعب. ماذا هناك جيرمي؟ هاي شارلي، بيكل، جيرمي يقول أنه وجد مكاناً مناسباً للعب الاستغماية. بيكل تقول أنها ستعد بينما أنتما تختبئان. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد. بيكل قادمة للبحث عنكما. أنت مختبئ بشكل جيد جيرمي. أوه، يجب أن تبتعد من هنا، هناك قطار قادم. كنتما على وشك الاصطدام. أنت محق تروي، سكة الحديد مكان خطر جدا للعب. يا صغار، تروي يقترح عليكم اللعب في الحقل بدلا من الملعب. الحقل مليء بالمحاصيل. حسنا، تروي يقول أن تيدي يمكنه حل المشكلة. مرحبا تيدي، يبدو أنك تلعب لعبة ممتعة. الصغار يريدون أن يلعبوا الاستغماية، لكن الملعب مغلق والحقل مليء بالمحاصيل. هل لديك حل لذلك؟ الصغار سيحبون المتاهة، لكن أي نوع من المركبات يمكنها فعلها؟ بالطبع، آلة الحصاد. هذه الحاوية عليها بعض المحاصيل، من المؤكد أنها الحاوية التي نحتاجها. حسناً تروي، أنت الآن جاهز للانطلاق. لقد كنا متأكدين أنك ستحل المشكلة تيدي، شكراً لك. ها هو تروي، لقد أحضر لنا صديقنا الجديد. يبدو أن صديقنا الجديد نائم، لنقم بإيقاظه. مرحباً يا آلة الحصاد، ما اسمك؟ أهلاً بك في مدينة السيارات هارفي، هل يمكنك مساعدتنا في عمل متاهة في الحقل؟ يمكنك ذلك؟ هيا بنا. واو هارفي، هذا شيء مذهل.
حسناً يا صغار، حان وقت اللعب. إنهم مسرورون الآن. ترو يمكنه أن يرجعك إلى المخزن الآن هارفي. شكراً لمساعدتك لنا. شكراً لك أيضاً تروي. نراك في المرة القادمة. القطار تروي. هاي تروي، لنذهب ونرى ما يحدث في مدينة السيارات اليوم. أوه لا تروي، هذا المبنى غير آمن. انظر. إيثن، إدغار، هل بإمكانكم فعل أي شيء لوقف تساقط هذا المبنى؟ هل لديكم أي فكرة؟ مات؟ فرانك؟ مؤسف توديع هذا المبنى القديم، ولكن أظن أنه علينا هدمه لنكون بأمان. أنت محق تروي، علينا التوجه للمستودع والبحث عن مركبة جديدة لإصلاح هذه المشكلة. فلتبقوا هادئين جميعكم، سنعود سريعاً بالمساعدة. حسناً، فلنلتقي صديقنا الجديد. يا ترى أي مركبة بإمكانها مساعدتنا للتخلص من هذا المبنى القديم؟ سيارة سباق؟ شاحنة القمامة؟ أم رافعة الهدم؟ تماماً، رافعة الهدم بإمكانها هدم هذا المبنى القديم. ها هي في طريقها. فلنعد برافعة الهدم هذه إلى المدينة. دعنا ننزل القطعة أولاً. أوه، هذا رائع. مرحبا رافعة الهدم، ما هو اسمك؟ دين. مرحبا بك في مدينة السيارات دين. تروي، دين يستخدم كرته المدمرة لهدم المباني القديمة. دين، لدينا عمل هام لك. يوجد مبنى قديم في مدينة السيارات وقد بدأ بالتساقط، هل بإمكانك هدمه قبل أن يؤذي أحداً؟ عظيم، فلنذهب إليه. مات، فرانك، أشعلوا أضواءكم وصفارات الإنذار لإخلاء المكان.
حسناً، الآن بإمكاننا بدء العمل. دين، فلتستخدم كرتك المدمرة لهدم هذا المبنى القديم. هذا جيد، تابع الضرب. أحسنت العمل دين. واو، ها قد سقط المبنى بالكامل. والآن إيثن، إد، هل بإمكانكم إزالة هذه الفوضى؟ رائع، قطعة الأرض خالية الآن. فكرة رائعة تروي. فرقة البناء، مهمتكم التالية هي بناء مبنى جديد هنا. شكرا مرة أخرى دين. وداعا جميعا، أراكم لاحقا. وداعا يا أصدقاء، نراكم في المرة القادمة. القطار تروي، إنه يوم جميل، أليس كذلك تروي؟ أوه عزيزي، كيتي تبدو ليست بخير، أليس كذلك؟ هل يستطيع أحدكم أن يأخذ كيتي إلى المستشفى؟ إنها تحتاج المساعدة. أنت محق تروي، نحتاج أن نذهب مباشرة إلى المخزن في مدينة السيارات ونبحث عن مركبة جديدة لتساعدنا. لا تقلقي كيتي، سنعود سريعاً. حسناً، هيا بنا لنقابل صديقنا الجديد. انظر إلى هذه الصناديق تروي، كل واحد منهم يحتوي على قطع لبناء مركبات جديدة. أي مركبة يمكنها مساعدة كيت تروي؟ الحفارة؟ سيارة الشرطة؟ سيارة الإسعاف؟ فكرة جيدة، سيارة الإسعاف هو ما تحتاجه كيتي بالتحديد. نحن جاهزون للانطلاق تروي. دعنا نذهب إلى كيتي ونقوم بتجميع سيارة الإسعاف هذه. حسناً تروي، لنقوم بتجميعها سريعاً. دعنا نقوم بإنزال القطع أولاً. واو، نحن على وشك الانتهاء الآن. مرحباً يا سيارة الإسعاف، أهلاً بك في مدينة السيارات. ما اسمك؟ أمبر؟ يسعدنا مقابلتك أمبر. تروي، أمبر لديها صفارة إنذار لتساعدها في إبعاد المركبات عن طريقها. أمبر، لدينا مهمة لك.
هذه صديقتنا كيتي، إنها مريضة وتحتاج المساعدة، هل بإمكانك أخذها إلى المستشفى؟ أحسنت عملاً أمبر. لا تنسي استعمال صفارة الإنذار والمصباح الدواري أمبر. واو، هذا مدهش أمبر. أنت سريعة جداً أمبر. أحسنت صنعاً. تبدين أفضل الآن كاتي، نراك لاحقاً. أوه لا تروي، يقول هيكتور إن فرانك شاحنة الإطفاء مريض. أمبر، هل تستطيعين المساعدة؟ إنه في محطة الإطفاء. شكراً جزيلاً أمبر. وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة. القطار تروي. تروي استيقظ، لقد تعرضنا لعاصفة ليلة البارحة وثلج يغطي المكان. أوه تروي، ليلي عالقة في الثلج. لنستدعي توم شاحنة الجر، يمكنه المساعدة. لا تقلقي ليلي، سنعود سريعا لمساعدتك. مرحبا توم. توم، هل بإمكانك جر ليلي وإخراجها من الثلج؟ لا تروي، توم عالق في الثلج أيضاً. أنت محق تروي، نحتاج مساعدة أحد الأصدقاء. حسناً تروي، لنبحث عن مركبة جديدة يمكنها حل هذه الأزمة. انظر إلى هذه الصناديق تروي، في داخلها قطع لبناء مركبات جديدة. أي المركبات يمكنها إزاحة الثلج؟ الرافعة؟ سيارة الإسعاف؟ محراث الثلج؟ فكرة جيدة، محراث الثلج يمكنه إزاحة الثلج وتنظيف الشوارع. إنه قادم تروي. لنعد لتوم ونقم بتجميع قطع المحراث. حسناً تروي، لنقم بتجميعه الآن، لكن نحتاج أن نقوم بإنزال القطع أولاً.
مرحبا محراث الثلج، يسعدنا مقابلتك. ما اسمك؟ سام. أهلا بك في مدينة السيارات سام. تروي. سام يستعمل جاروفة ليدفع الثلج بعيدا عن الطريق. فكرة رائعة تروي. سام، نحتاج مساعدتك. مدينة السيارات مغطاة بالثلوج وجميع السيارات لا يمكنها أن تتحرك. هل يمكنك إزاحة الثلج من هنا حتى يستطيع توم جر ليلي؟ تقلقي ليلي، صديقنا الجديد سام يمكنه إزاحة الثلج وتنظيف الطريق. أحسنت عملا سام، نحن الآن نرى الطريق مجددا. توم، هل بإمكانك سحب ليلي من الثلج الآن؟ مدهش توم. أوه عزيزي تروي، أنت محق. هناك الكثير من الطرق ما زالت مكسوة بالثلوج. سام، هل يمكنك تنظيف كل الطرق الأخرى؟ أحسنت عملا سام، أنت سريع جدا. شكراً لمساعدتك لنا سام. وداعاً سام، نراك لاحقاً. وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة. واو، صغيري فرانسيس تبدو تماماً مثل أرتو ديتو. انظر، ها هو تروي. أنت وحيد؟ هل يمكنك بناء مركبة للمساعدة؟ حسناً، هيا تروي. مرحبا تيدي. تيدي، يوهو. نحاول إيجاد رفيق للعب مع صغير فرانسيس، أقصد أرتو ديتو. هل يمكنك المساعدة؟ مذهل، لنبدأ العمل. أي مركبة سنقوم ببنائها؟ هذه؟ حسناً، واصل البحث. نعم، هذه المركبة التي نحتاجها. لنعد إلى موقعنا. تروي هنا، ولقد أحضر معه أحداً للعب معك. واو،
ماذا هناك؟ بالتأكيد إنه يحتاج سيفه الأحمر المضيء. أوه مرحباً، ما اسمك؟ أوه تفضل أن نطلق عليك اسماً مثل دارث فيدر؟ حسناً لورد فيدر، بن R2D2 هنا ويريد أن يتبرز معك بالسيف المضيء، هل أنت جاهز للعب؟ مذهل، هيا بنا. واو واو، أنتما ماهران يا أصدقاء. أوبس، هاي انظروا جمهور. هذا جميل، أليس كذلك؟ كان هذا جميل منك بأن تجد رفيقا للعب مع صغير فرانسيس، نراك في المرة القادمة. وداعا أصدقائي. Come on.